الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. إن شاء الله بإذن الله تعالى هنحل النموذج الثاني من كتاب الوزارة، ودائما أنا بركز على حل النماذج الكتاب، لأن هنلاحظ لما تيجي تحل امتحانات اللي وردت في الأعوام السابقة هتلاحظ إن الأسئلة بتاعت النماذج بتاعت الكتاب المدرسي متكررة كتير في الامتحانات، ونبدأ بإذن الله تعالى في حل النموذج الثاني. ودايما زي ما تعودنا دايما أول سؤال بيجي أكمل، هنا بيقول لي أول سؤال 24 سين أس 4 صاد أس 6 دي بتساوي سين 6 سين تربيع صاد أس 3 في نقط. اولا يا مستر اللي ملاحظه ان هنا حد هضربه في حد علشان الناتج يكون يطلع لي كام؟ حد برضه. اول حاجه كنا بنضرب ايه؟ الاشارات. ايه اللي اضربه؟ هنا الاشاره موجب، فلازم دي تكون موجب علشان ايه؟ الناتج يطلع لي موجب. ايه اللي اضربه في 6 علشان يديني 24؟ اه يا مستر ده انا لو ضربت ال 6 في 4 4 الناتج هيكون 24. تاني اخر حاجه كنا بنضربها، يبقى اول حاجه بنضرب اشارات، لازم الاشارتين دول يكون شكل بعض علشان الناتج طالع عندي ايه؟ موجب. فالاولى موجب، لازم التانية تكون شكلها موجب. تاني حاجة كنا بنضرب المعاملات. اه يا مستر ايه اللي اضربه في 6 علشان يديني 24؟ ده انا لو ضربت الستة في 4 الناتج هيكون 24. طيب يا مستر اخر حاجة كنا بنضرب الرموز، ايه اللي اضربه في سين تربيع علشان يديني سين اس 4؟ اه يا مستر ده انا في حالة الضرب كنت بجمع الاسس، يبقى لو ضربت السين تربيع في سين تربيع تاني الناتج هيكون سين اس 4، يبقى الناتج هنا هيكون سين تربيع. طيب اخر رمز اللي هو صاد اس 3 اضربه في كام علشان يديني صاد اس 6؟ قلنا يا مستر في حالة الضرب بجمع الاسس، يبقى صاد اس 3 هتتضرب في نفسها اللي هي صاد اس 3، علشان لما اجمع الاس هيكون الناتج صاد اس كام؟ 6، يبقى هنا هيكون صاد اس 3، يبقى النقاط هتكون 4 س تربيع صاد اس 3. طب تعال نخش على النقطة اللي بعد كده، بتقول لي باقي طرح سالب 3 س من 2 س هو. دايما يا مستر خدها قاعدة، لما تشوف كلمة من أو ما نقصان أو ما نقص أو ما ينقص أو ما الحد الذي يجب إضافته، دايما بنطرح الثاني ناقص الأول. الثاني هنا كام يا مستر؟ آه ده هنا يا مستر في كلمة من، يبقى على طول أنت مغمض هنطرح الثاني اللي هو اللي اسمه 2 س ناقص الأول اللي هو إيه؟ سالب 3 س. أه يا مستر هنا سالب في سالب موجب هتبقى 2 س يا مستر، سالب في سالب موجب زائد 3 س، يبقى الناتج هيكون 5 من السين يا مستر. طيب تعال نشوف المثال الثالث بيقول لي ايه؟ بيقول لي 1 و1 و2 و3 و5 و8، بيقول لي ونقط اكمل بنفس التسلسل. طب تعال يا مستر نشوف النمط ده بيمشي ازاي؟ اه يا مستر ده هنا الواحد بقي واحد، بعد كده بقي اتنين، الاتنين بقيت تلاتة، التلاتة بقيت خمسة، الخمسة بقيت تمانية. طب تعالى يا مستر كده نشوف، لو نلاحظ في النمط ده ان يا شباب بنجمع كل عدد مع اللي قبليه، الواحد كان قبلش حاجة يبقى واحد زائد صفر تعطينا واحد، الاتنين اجمعها مع اللي قبليها يبقى اتنين زائد واحد هيدينا تلاتة، اه لو جمعت الخمسة على اللي قبليها هيدينا تمانية، يبقى في النمط الاخير هيكون ايه؟ هجمع التمانية على اللي قبليها، تمانية زائد خمسة يا مستر بتساوي 13، يبقى النقاط هتكون 13، وبكده كملنا النمط. نخش على السؤال الرابع، بيقول لي ايه؟ اذا كان المنوال لمجموعة القيم 7 و5 و ا زائد 3 و5 و7 هو 7، يبقى المنوال هيكون كام؟ 7. احنا عارفين يا شباب المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا، المتكررة كتير أو الأكثر شيوعا أو انتشارا للبيانات. طب مين اللي بتقلل المنوال؟ هو 7، يبقى القيمة اللي هتتكرر أكتر هتكون كام؟ 7. بنلاحظ هنا إن في 7 وفي 7، السبعة اتكررت مرتين والخمسة اتكررت مرتين، فعلشان نقول ان السبعة هي المنوال لازم السبعة تتكرر اكتر حاجة، يعني لازم القيمة دي تبقى كام؟ الف زائد تلاتة، لازم تكون 7. طب ايه اللي اجمعه على التلاتة عشان يديني 7؟ يبقى الالف يا مستر دي لازم تكون 4، علشان لما اجمع الاربعة زائد تلاتة الناتج يكون كام؟ 7، يبقى الالف لازم تكون 4.
في واحد شاطر تاني يقول لي بص يا مستر انا هحلها جبري، اقول له قول، يقول لي بص يا مستر الف زائد 3، انت مش بتقول لي المنوال يساوي 7، يبقى الف زائد 3 هتساوي 7. طيب تمام يا مستر، هودي الثلاثة دي عند صاحبتها، ده بيؤدي ان ايه؟ الالف بتساوي 7 ناقص 3 اللي هي بكام؟ الف بتساوي 4. يبقى الف بتساوي كام؟ 4. ونخش على السؤال رقم 5. بيقول لي سؤال 5 هنا، بص يا مستر، قال لي سؤال 5 هنا بيقول لي 5 س زائد 15 س ص تساوي 5 س افتح قوس س نقط زائد نقط. اللي ملاحظين ايه يا مستر؟ ان ده تحليل باخراج العامل المشترك. كنا ازاي يا مستر بنحل المسائل التحليل باخراج العامل المشترك؟ هنا واخد ال 5 س عامل مشترك، 5 س عامل مشترك، تعال ناخدوها 5 س عامل مشترك. طالما يا مستر انت خدت ال 5 س عامل مشترك، يبقى لازم تقسم ال 5 س على المقدار كله. يلا نقسم كده، يبقى 5 س الاولى هقسمها على ال 5 س. تمام يا مستر، الإشارة اسمها زائد، ال 15 س ص هقسمها برضك على ال 5 س. في حالة القسمة يا مستر كنا بنعمل إيه للأسس؟ في حالة القسمة كنا بنطرح الأسس، يلا ال 5 س تنزل زي ما هي، افتح قوس، ال 5 مع ال 5 أي حاجة على نفسها بكام يا مستر؟ بواحد. 15 على ال 5، 15 على ال 5 فيها إيه؟ التلاتة. السين مع السين يتفضل مين؟ الصاد. يبقى النقاط الأولى هتكون 1 والتانية هتكون كام؟ 3 صاد. طيب نخش بعد كده ونشوف الأمثلة اللي بعد كده هتتكلم عن إيه، وهنجاوب سؤال الإختر. وهنا المسألة بتقول لي الحد الجبري سين 6 سين أس 3 صاد أس 2 من الدرجة الكام؟ احنا يا شباب لما كنا نيجي نجيب الدرجة كنا على طول واحنا مغمضين بنبص على الأسس، بنجمع الأسس. هنا يا مستر سين أس 3 صاد أس 2 مجموع الأسس كام؟ 3 زائد 2 يا مستر 5. 3 زائد 2، 3 زائد 2 يساوي 5. يبقى الدرجة هتكون كام؟ الخمسة. الدرجة هتكون يبقى الاختيار الصحيح الاختيار الثالث اللي هو الخمسة. هنا مستر بيقول لي العدد الذي يقع في منتصف، ركز لقانون المنتصف، منتصف المسافة بين العددين 3 و5 على 9 هو نقط. احنا عارفين يا شباب قانون المنتصف بيقول لي ايه؟ كنا بنجمع العددين والناتج نضربه في نص. يلا نجمع العددين كده تبقى 3، ده قانون المنتصف. لكن لو قانون ثلث المسافة بنطبق لأربع خطوات. يلا بنجمع العددين 5 على 9، يلا هنوحد على الكام؟ 3 في 9 ب27، هنوحد على 27 اللي هي 3 في 9، 1 في 9 ب9 يا مستر، زائد 3 في 5 ب15. يلا كده يا شباب 9 زائد 15 24 على 27، يبقى 24 على 27 انا الناتج هنضربه في كام؟ في نص. يلا كده على الاربعة على الاثنين فيها ال 12، على الاثنين في على الاثنين ال 27 تنزل زي ما هي، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها ال 12، يبقى 12 على ال 27، يبقى الناتج هيكون عندي 12 على 27. تاني يا شباب، اول حاجة لما يقول لي هات قانون المنتصف، دايما قانون المنتصف بجمع العددين والناتج بضربه في نص. يلا 3 زائد 5 على 9، يلا نوحد مقامات، 3 في 9 ب 27، يلا 1 في 9 ب 9، 5 في 3 ب 15، 9 زائد 15 يا شباب اللي هي بتساوي 24. 24 على 27 الناتج هضربه في نص، يبقى 24 على 27 في نص، على الاثنين فيها الواحد، على الاثنين فيها ال 12، يبقى 12 على ال 27. يبقى الناتج الصحيح هيكون 12 على ال 27. يلا كده على الثلاثة، على الثلاثة فيها الأربعة، على الثلاثة 3 في 9 ب 27، يبقى 4 على 9، يبقى الناتج الصحيح عندها هيكون 4 على 9. طيب تعال نشوف المثال اللي بعد كده، بيقول لي المعكوس الضربي للعدد. احنا يا شباب معكوس ضربي على طول بنشقلب من غير ما نغير الإشارة. طب يا مستر بيقول لي نص أس صفر، يا مستر ده انت قلت لي لازم اول حاجة تعملها تحل المشاكل، اي حاجة أس صفر بكام؟ اي حاجة أس صفر بواحد،
لازم نحل المشاكل الأول. يبقى القيمة للعدد ده واحد، أي عدد صحيح مقام واحد، معكوس ضرب يا مستر بنشقلب تبقى واحد على واحد، هي الواحد بعينها. طيب نخش، يبقى الناتج الصحيح هيكون عندي واحد. طيب هنا بيقول لي إيه؟ إذا كان 5 على السين زائد 2 عددا نسبيا. ده مستر، ده انا جبت حاجه اسمها عددا نسبيا، يبقى اللي خصني مين؟ مليش صالح غير بالمقام. عاوز تشطب البسط اشطبه، يلا نحل المقام. يبقى سين زائد 2 علشان يكون عددا نسبيا لازم المقام لا يساوي صفر، يلا 2 تروح الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى سين لا تساوي سالب 2. يبقى الناتج الصحيح هيكون عندي رقم 1 اللي هو سين لا تساوي كام؟ سالب 2. طب تعال نشوف المثال اللي بعد كده، بيقول لي الوسيط للقيم 5 و4 و7 هو كام؟ في طلاب بيقول لي الوسيط يبقى في المنتصف يا مستر، هنا 4. غلط، لازم ترتب الاول، الوسيط لازم ترتب. يلا كده نرتب الاول، اول حاجه الاربعه تنازليا او تصاعديا براحتك، بعد كده الخمسه، بعد كده السبعه، مين يقع في المنتصف يا مستر؟ بنكنسل من على الاطراف لغايه ما نصل للمنتصف اللي هو كام؟ خمسه. يبقى الوسيط في الحاله دي هيكون كام؟ خمسه. ونخش ونشوف اخر الانواع من المسائل المقاليه، وهنا السؤال بيقول لي اذا كان الوسيط الوسط الحسابي، وسط الحسابي لمجموعة من القيم، القيم دي عبارة عن ايه؟ قال لي 3 و5 وسين زائد 2 هو 4، يبقى الوسط الحسابي قال لي كام؟ 4. انا عارف يا مستر ان وسط حسابي يعني هروح اجمع القيم واعدهم واقسمهم على ايه؟ على عددهم. القيمة الاولى كام؟ يبقى الوسط الحسابي للقيم الاولى، الوسط الحسابي ده بيساوي، والله انا هجمع القيم واقسمهم على عددهم. طب تعال نكمل السؤال، قال لي هو 4، فان الوسط الحسابي للقيمتين دول، علشان تجيب الوسط الحسابي للقيمتين دول لازم الاول تجيب قيمه سين للاولى. طب تعالى كده بيقول لي وسط حسابي يا مستر كنا بنعمل ايه؟ كنا بنجمع ونقسم على عددهم. ركز على الملحوظه دي، في طلاب يقول لك هنا ادي لك سين وادي لك 2 يبقى دول حدين. لا، هنا اول واحد فاصله، تاني واحد فاصلة، يبقى تالت واحد ما وراش فاصلة، يبقى دول عددهم كام؟ 3 وليس 4. ركزوا في الحاجات دي، يبقى مجموع القيم هنجمع 3 زائد 5 زائد س زائد 2، جمعنا القيم عددهم كام؟ 1 2 3، اوعى تقول 4، اوعى تقول 1 2 3 4، لا، بص الفاصلة الأولى قبلها رقم، الثانية قبلها رقم، الأخيرة مفيش، يبقى 3 أرقام. يبقى مجموع القيم على عددهم 3، قال الوسط الحسابي هيكون كام؟ 4. يبقى هنسويها بالأربعة، ويلا مقص كده 5 3 و 5 8 8 و 2 10، يبقى 10 زائد السين اللي بتساوي 3 في 4 ب 3 في 4 ب 12. هنودي العشرة دي بعكس الإشارة، يؤدي إن سين هتساوي كام؟ 12. ايه اللي تجمعه على 10 عشان يدي 12؟ س هتساوي كام؟ لو جمعت عليها 2 يبقى قيمه السين جبناها بكام؟ هنشيل كل س في دول ونحط مكانها كام؟ 2. يلا 5 ناقص 2 اللي هي بتساوي كام؟ 5 ناقص 2 ب 3، يبقى القيمه الاولى ب 3. يلا نجيب القيمه الثانيه للقيمتين دول، 5 زائد 2 في 2 ب 4، 4 زائد 5 9 يا مستر. يلا نجيب الوسط الحسابي، عبارة عن ايه؟ 3 زائد 9، مجموع القيم عددهم كام؟ 2. 3 زائد 9 12 على 2 اللي هي ب6. يبقى الوسط الحسابي للقيمتين دول هيطلع بكام؟ الناتج الاول اللي هو ب6. طيب تعال نشوف المثال السهل والبسيط ده، ودايما بيتكرر في الامتحانات، وحط تحت كلمة يتكرر 100 خط، دايما السؤالين دول بيتكرروا وبساط جدا. قال لي اول حاجه يقول لي استخدم خاصيه التوزيع في ايجاد قيمه الايه؟ المقدار ده. اول حاجه تعملها تحدد لي الحدود، تشوفهم ليا كام حد. يا مستر ده هنا في زائد اهي، وهنا في ناقص، تعال نشوفهم كام حد. ادي لك فريق يا مستر، تاني فريق، تالت فريق، كام فريق؟ 3. هنشوف مين المتكرر، مين موجود في كل الفرق. 3 على 7 موجودة في الفرقة الأولى، 3 على 7 موجودة في الفرقة الثانية، 3 على 7 موجودة في الفرقة الثالثة. يبقى هناخد 3 على 7 عامل مشترك، افتح قوس،
يلا الفريق الأول اتفضل منه كام؟ خدت منه 3 على 7، اتفضل منه كام؟ 2. الفريق الثاني خدت منه 3 على 7، اتفضل كام؟ اتفضل زائد 6. الفريق الثالث خدت منه 3 على 7، اتفضل 1 ناقص 1. يلا 2 زائد 6 8، 8 ناقص 1 7، يبقى دي هتساوي 3 على 7 مضروبه في 7، 7 مع 7. في حاله الضرب ينفع نختصر اي بسط مع اي مقام يا شباب، يبقى النتيجه 7 دي مع 7 دي اتفضل 3، يبقى ناتج خاصيه التوزيع دي هيكون كام الناتج في النهايه؟ 3. ونشوف اخر سؤال وابسط سؤال ومن الاسئله المهمه جدا، بيقول لي ايه؟ اوجد ثلاثه اعداد نسبيه تقع بين. انا قلت لك يا مستر اول ما اقول لك تقع بين يبقى على طول وانت مغمض دي مساله ايه؟ مساله كثافه. وفي مساله الكثافه يا مستر كنا بنعمل ايه؟ كنا دايما بنوحد مقامات. يلا شرطتين كسر حلوين كده تحتيهم، دول شرطتين كسر، يبقى شرطتين حلوين زيهم كده. يلا عندي اكتر من طريقه من حل. 2 في 3 يا مستر يبقى 6 هنا و6 هنا، 1 في 3 ب 3 يا مستر، و1 في 2 ب 2. يا مستر هو عاوز 3 اعداد، ده بنلاحظ هنا ان بين الثلاثه والاثنين ما فيش ولا عدد، اضرب في اي عدد صحيح كل النسب. يبقى هنضرب هنا ابسط حاجه هتلاقيها ال10، نضرب في 10، نضرب في 10 كل النسب. يلا كده 3 في 10 يا مستر ب 30، على 6 في 10 ب 60، و 2 في 10 ب 20، على 6 في 10 ب 60. ده انا يا مستر نقدر نجيب اكتر من 3 اعداد. قال لي بس انا مش عاوز غير منك 3 اعداد. بعد ال 20 21 على ال 60، 21 على ال 60، بعد ال 21 22 على ال 60، 22 على 60، بعد ال 22 23 على 60. ونروح نشوف اهم المسائل في الاخر اللي هي مسائل المقالي، ونشوف ازاي تتحل المسائل المقالي دي ازاي. وهنا بيقول لي في المسألة دي ما زيادة 7 س زائد 5 ص زائد 2 عن 2 س زائد 7 زائد 6 ص زائد 2. قال لي بص يا مستر بكل بساطة لما تشوف كلمة ما زيادة أو ما يزيد أو ما الحد الذي يجب طرحه على طول تمشي طبيعي الأول ناقص الثاني. لما يقول لك أي حاجة فيها زيادة لازم تمشي طبيعي الأول ناقص الثاني. يلا كده الأول عندي إيه؟ يلا نكتب الأول 7 س زائد 5 ص زائد 2 زائد ناقص الثاني، الثاني اسمه ايه؟ 2 س زائد 6 ص زائد خليها نقط زائد عين. قال لي ناقص يعني هغير الإشارة، ده موجب هيكون سالب، موجب هيكون سالب. موجب هيكون سالب، يلا كده 7 ناقص 2، يا مستر 7 ناقص 2 5 من السين. يلا 5 ناقص 6 إذا اختلفت الإشارات بناخد إشارة الكبير سالب ونطرح 6 ناقص 5 اللي هي 1 من الصاد. الاثنين ما لهاش مثيل هتنزل زي ما هي، يبقى زائد 2. العين ما لهاش ما قصدهاش حاجة تنزل زي ما هي بس بالإشارة الجديدة. يبقى ما زيادة ده عن ده عبارة عن 5 س ناقص ص زائد 2 ناقص عين. طب تعال المثال اللي بعد كده بيقول لي أوجد خارج قسمة. لازم تنتبه للملحوظة دي. هبص بعد كلمة على، هل هو مقدار ولا حد؟ والله إن كان حد يبقى دي قسمة عادية، أما إن كان مقدار يا مستر يبقى على طول وأنت مغمض دي قسمة إيه؟ مطولة. طب وين كلمة على؟ يا مستر أهي كلمة على، ده اللي بعديها يا مستر ده حد مش مقدار، يبقى دي قسمة إيه؟ قسمة عادية. يلا كده 14 س تربيع ص ناقص 35 س ص تربيع زائد 7 س ص، هنقسمها على قسمة عادية عشان حد، على 7 س ص. يلا نقسم كل، هنوزع البسط على المقام 14 على 7، 14 على 7 مستر فيها الاثنين، س تربيع على السين فيها السين، في حالة القسمة بنطرح الأسس، صاد على الصاد هتطير مع الصاد يتفضل واحد. يلا سالب على الموجب فيها السالب، 35 على 7 فيها الخمسة، وسين على السين تطير مع بعض، صاد تربيع على الصاد فيها الصاد. يلا 7 س ص على 7 س ص
فيها الموجب واحد، ودي من المسائل المهمة اللي بتتكرر دايما في الامتحانات. طيب هنا بيقول لي اختصر لأبسط صورة، دايما لما يجيب لك اختصر لأبسط صورة يعني كانت أقواس هتفكها وتجمع الحدود المتشابهة. يا مستر بنلاحظ ايه ده، هنا مستر قوس نفس القوس، بس بنلاحظ ايه، هنا سين وهنا سين، هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، بس نلاحظ يا مستر ان الإشارة اللي ما بينهم سالبة لكن الإشارة اللي ما بينهم هنا ايه، موجبة. وبالتالي وانت مغمض لما تلاقي قوس سالب وقوس موجب خد القوس السالب وانت مغمض وربع أطرافه. القوس السالب هنا ايه يا مستر، س ناقص 3، يلا ربع اطرافه يا هتبقى ايه اطرافه، س تربيع ناقص س في س بس تربيع ناقص زي ما هي، 3 في 3 يا مستر ب 9، بكده خلصنا الجزء ده، زائد 9 يا مستر. يا مستر ده مكسب وخساره مع بعض يطيروا مع بعض، اتفضل مين يا مستر، السين تربيع. بس ركز كمل مسالتك، بيقول لك ثم اوجد قيمه الناتج عندما سين تبقى بكام، بتساوي 5. هنشيل كل سين هنا ونحط 5، 5 تربيع ده معناها يا مستر ان الخمسه مضروبه في نفسها، يبقى 5 في 5 ب 25، يبقى الناتج هيكون 25 بكل بساطه. تعال نشوف اخر مثال واهم مثال، بيقول إذا كان الوسط الحسابي للقيم دي هو كام؟ هو 6. وسط حسابي يا مستر كنا بنجمع القيم ونعملهم ايه؟ ونقسمهم على عددهم، اللي هو 6، فأوجد قيمة كام؟ طب يلا نجمع القيم، 8 زائد 7 زائد 5 زائد 9 زائد 4 زائد 3 زائد كام؟ زائد 4، وهنقسم على عددهم، تعال نعدهم وهنسويهم بالكام؟ بالستة. عددهم كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، او هتقول 7 8، لا ده دول قيمه وحدها، يبقى على السبعه طرفين في وسطين، وتقدر بكل بساطه تجيب الكاب. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. كان معكم عماد يسري من قناه رياضيات اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.